قبل ما ادخل في القصه القديمه اللي عايزه اسال عليها، كنت متخيل ان دورك الصغير في راجل وست ستات ممكن يعمل الصيد ده كله، او يعني يخلي الاجزاء الناس تقعد تستنى، مش بس بطل العمل الجميل اشرف عبد الباقي اللي بنقدم له كل التحيه، انما كمان الناس تقعد تستنى رمزي. والله هم لما جه الاستاذ اشرف كلمني على راجل وست ستات، انا من كتر حبي في الاستاذ اشرف انا ايه، انا معاك بس انا من جوه مش حابب، وقلت له يعني، قال لي ما يعني يعني هنشتغل ونتوكل على الله يعني. قلت له لا مش حابب يعني. وكان العمل الوحيد اللي كنت بقعد وانا بصلي اقعد ادعي ربنا وانا ساجد كمان، اللي هو عشان يبقى يعني اخلاص رهيب، يا رب المسلسل ده يتفشكل. ايه ده، اول اسبوعين كنت كارهه الى اقصى درجه يعني، بمنطق طب يعني ايه سيتكم اصلا، يعني ايه سيتكم، ويعني ايه ناس يضحكوا، مش مستوعب يعني ناس يضحكوا ايه، طب ما ممكن يقعدوا يحطوا ضحك على حتة ما فيهاش ضحك اصلا، يبقى ارتفيشال واحنا بقينا كده زي وانت الغرب. مسرح طب ما نروح نعمل مسرح يا استاذ اشرف، طب ما ده مسرح، طب ما نروح نعمل مسرح، المسرح حلو جدا. تمثيل، طب ما نعمل فيديو او مسلسلات او افلام، يا رب المسلسل يتفشكل. تخيلي يا رب ده ادعي وابقى مكتئب ولغايه لما ربنا ايه يعني ما استجابش دعائي، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ف يعني ده فضل كبير من عند ربنا سبحانه وتعالى، الدور ده عمل لي نقله يعني. خلينا نشوف جزء من رمزي في راجل وست ستات. يا فتاح علي يا رزاق يا كريم يا رب. دوله 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 ايه دوله، انت صح ولا نايم؟ انت ايه اللي دخلك عليا اوضه النوم؟ يلا اوضه النوم يا عم، انت بتحلم، احنا في القهوه. دوله يلا يلا قوم استحمى بقى عشان نروح نصلي الجمعه. نصلي الجمعه ايه الساعه 7 الصبح؟ انت اتجننت ايه يا دوله؟ فوق كده، احنا عايزين نروح بدري عشان نلحق الصف الاول يا دوله. صف اول ايه اللي نلحقه واحنا رايحين الاستاد يا ابني؟ صلاه الجمعه في اي مكان بتصلي يا ابني. لا يا عم دي قمه الالتزام يا دوله، احنا عايزين نروح بدري النهارده عشان نلحق الخطبه من اولها، عشان عايز افهمها بقى المره دي. قالوا لي هاني الودن عليه ونسيت صباح الفل يا دوله. ايه ده، انا رصيت التماثيل كلها الطلبيه كلها، ايه ده، ايه النشاط اللي انت فيه ده يا رمز؟ كل حاجه حصلت يا دوله، بس ما عدا بس الملك امون والملك بتاعي. ملك بتاعي؟ بتاع ايه ده؟ بتاع الاسره ال15 يا دوله. ده بقى رصيت الورق بتاع البردي ده، ايه الحلاوه دي يا رمز؟ ايوه دوله، علقت على ورق البردي وعلقت على الشاي كمان يا دوله. حلو حلو كده، يبقى انت خلصت كل اللي مطلوب منك، روح حضر لنا فطار بقى. لا يا دوله، ما انا اول ما صحيت بدري النهارده الصبح قمت فاطر بقى كل الفطار. فاطر كل الفطار؟ طب كان في علبه جبنه نستو ورغيف فينو بتوعي. حصل يا دوله حصل، كلتهم هما كمان. ماشي يا عم بالهنا والشفا. طب كان في صباعين موز كمان بتوعي. بالقشر بالقشر كلتهم بالقشر. يا رب القشر بتاع الموز يقف بقى جوه بطنك ويزحلقك يا رمزي. ايه النشاط والاكل الكتير اللي انت كلته النهارده ده؟ مش عارف يا دوله، انا صاحي الصبح بدري كده وانا حاسس بحاله متغيبه كده وانا حاله من النشاط الغريب. الحال يا دوله انا خلاص بموت بموت يا دوله، كل حته في جسمي بتوجعني. ايه اللي حصل؟ اجيب لك دكتور؟ ايه اللي بيوجعك بالظبط؟ هنا يا دوله بيوجعني. ده القلب يالا. ودي يا دوله. ده ايه الزايده؟ وهنا يا دوله بيوجع. ده المخ. لا ده مش اشكال. ممكن يا دوله انا بموت. يعني الحته دي بتوجعك؟ لا دي مش بتوجعك. لا ولا دي. لا يا دوله. طب دي؟ لا خالص. ورين صباعك. اهو دول. ده صباعك هو اللي بيوجعك يا هبل. يا دوله صح، وانا ده بتاع الصبح ده اللي باب البازار زنق عليه. بص الكرسي هناك اهو. لا مؤاخذه بس ده كرسي واحد وانتوا اتنين، يعني ما جراش حاجه نخمس فيه احنا الاتنين على ما يفضلنا كرسي تاني. ماشي اتفضل يا باشا، صبروا نفسكم بيه بقى لحد ما اظبط لكم ترابيزه. ماشي يا حته، تسلم. شكرا يا حته. تقعد ولا ايه؟ امال ايه يا دول؟ ايه اللي امال ايه؟ لا ما الكرسي ده بتاعي انا، معلمه انا معلمه. لا ايه؟ ولا دول؟ لا 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 انا حبيت الكرسي، حبيت الكرسي. على رأي تامر حبيب صك الغباوة ده، ده كان كله مكتوب يا سامح ولا انت في يعني جودت بقى؟ في تجويد لكن الاصل موجود يعني، استاذ عمرو سمير عاطف استاذ ولاء الشريف. لا هم راسمين الكاركتر وكاتبين، وانا ايه خلاص بقيت بقابل ثاني انا، فبقيت ممكن اضيف حاجه. بس انت ما لعبتش الدور ده قبل كده يعني، دور اللي هو العبيط قوي ده ما لعبتوش قبل كده؟ لا
يعني كانت اول مره اه بس اديت في اداء الحمد لله رب العالمين الحمد لله فضل من عند ربنا يعني اه وده كان فتحه خير كبيره قوي عليك يا سامي اه يعني يعني اللي كنت عملت اقول يا رب يا رب يتفشكل بقى يمكن هو المكان اللي انت منه قفزت هو شهاده ميلادي الحقيقيه أوه. يعني انا لو كنت قبليها كان في فيلم لخمه راس مع الاستاذ اشرف وكذا حاجه كده بس لخمه راس كان اول دور كبير ممكن اعمله ومحطوط على الافيش وكده يعني لو كنت دخلت في مكان مثلا لو في 20 واحد ممكن تلاقي 3 4 يعرفوني بعد راجل وست ستات دخلت لقيت يعني هتلاقي ال 20 واحد عارفيني وحبني من الدور ده يعني طب بناتك بقى يعني مستوعبين الفكره الفرق ما بين رمزي وبابا وكده ولا لسه صغيرين التمثيل بصفه عامه وهم قاعدين بيتفرجوا عليه بيبقوا طايرين يعني هم من ضمن المعجبات الاطفال الفظاع يعني لدرجه ان انا لما بخلص مشهد وفي بقى مشهد تاني بابا مش فيه يعني فبيبقوا متضايقين جدا يعني يقعدوا عايزين بابا طول المسلسل ويقعدوا يعيطوا فتلاقي مامتهم بقى عامله لهم ايه شوريل كده كل المشاهد اللي انا فيها بس علشان ما تزعلهمش يعني بتتكلم بجد اه يعني بيصفصفوا المسلسل على شطات سامح اه يعني بيعشقوني يعني يا رب يخليهم لك يا رب ويفرحك بيهم يا رب ليه بقى يا سامح دايما حاسس بانه الموت صحيح ان الموت علينا حق بس حاسس دايما ان هو زائر نتوقعه في اي وقت وفي كل وقت ليه مع انه انت شخص كده يعني بتحب الدنيا وبتحب الناس ليه عندك الاحساس ده والله بص يعني هو من صغري وانا يعني وانا في ابتدائي موضوع الفراق يعني موضوع الفراق وانا في ابتدائي اول حادثه انا شفتها في حياتي كانت في تانية ابتدائي ده كان واحد من اعز اصدقائي خلصنا الترم الاولاني وفي تانية ابتدائي خلصنا الترم الاولاني وكان بيحب يرسم قوي دخلنا الترم التاني ما لقيتهوش فروحت سالت عليه فعرفت ان هو اتوفى يعني وانا في تانية ابتدائي فمش مستوعب زائد ان الست سنين دولت كل شوية أروح مدرسة مختلفة فبيتأكد موضوع الفراق يعني وبعديها بقى جدي ثم جدتي ثم والدي ثم والدتي ثم والدتي ثم أخويا آخر حاجة فبحس إن أنا إيه يعني في عقد ما بيني وما بين الموت كل اللي حوالي يعني في إيه انت فاهمه ايه بس ما هي الدنيا كده يعني كلنا بنفارق الاحباب صحيح انه مش ما بيبقاش بدري كده بس مش عارفه يعني يعني هي يعني اكتر حد انا اتاثرت بيه كانت والدتي الله يرحمها ليه بقى يا سامي يعني والدتي هي اللي مربياني وهي كانت كل حاجه في حياتي يعني وبعدين تعبت قعدت حوالي 7 شهور ما بين المستشفيات يعني لغاية لما جه في يوم الدكتور قال لنا ايه تحس ان هو مشهد سينمائي يعني فجه الدكتور قال يعني هيبقى اخر اسبوع يعني ايه هو في دكتور يقول كده فده كويس ده هو قال اخر اسبوع هي توفت بعدها بيومين على طول فما كنتش مصدق يعني ما كنتش مصدق كنت ساعات بقعد امسك ايه نفسي كده واقعد امسك الحاجات طب انا بحلم ولا بحق وحقيقي ولا ايه لغايه لما ربنا اختارها وبعديها بقى اخويا اللي انا كنت مربيه هي توفت وانت عندك كم سنه يا سامي وانا 26 سنه واخويا توفى وهو 20 سنة الله يرحمك جميعا الله يرحمك بس يعني أنا أصلا من صغري من بعد حادثة صديقي طارق ده فكل يوم وأنا نايم أقعد أتخيل إن أنا يعني هموت يعني من وأنا طفل
يعني اصعب لحظه في ال 24 ساعه او اصعب ساعات في ال 24 ساعه هي ساعات النوم بتاعتي بالليل. بنام الصبح دايما والنور بيشقشق لان بخاف من الضلمه والوحده يبقوا كلهم نايمين وانا صاحي مفتح. ببقى نفسي اي حد يقوم حتى لو يقوم يشرب ابقى انا صاحي معايا يعني. اقعد بقى اتخيل ان انا هموت واتخيل ان انا هدخل القبر واتخيل طب الناس اللي انا بحبهم، طب الناس اللي هم بيحبوني. وبعدين كل مدى ما بحب حد بحس ان انا خاف عليه، بجيب لنفسي وجع القلب. يعني انا مش ناقص وجع قلب يعني انا لو كنت وحيد وما اعرفش حد او حد ما يعرفنيش كانت هتبقى احسن يعني. لا بالعكس، ربنا يكتر حبايبك. الحمد لله رب العالمين، ويبارك لهم فيك ويبارك لك فيهم يا سامح. عايزه اقول لك انت يمكن عشان بتحب باخلاص قوي فانت الفقد عندك بيبقى صعب. عارف لو انت بتعرف الناس طياري فيمكن ما يبقاش تاثير ده عليك، انما عشان انت بتحبهم بجد وبتحس ان هم جزء مهم في حياتك. انت واضح انت بني ادم حساس قوي في الدنيا يا سامح. الحمد لله يعني. خليتيني اعيط لي ايه؟ لا لا ده مش عياط يا سامح، بالعكس انت طيب قوي يا سامح. بس انا هقولك على حاجه، عارف الطيبين والحساسين قوي دول بيتعبوا بقى في الدنيا. زي ما انت بتقول كده يعني لما يحب حد قوي يخاف عليه. يعني ساعات اللي بيبقوا عارفين يقولوا ده انت يعني عديت مرحله الطيبه، يعني انت بقيت اهبل خالص يعني. لا 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 لا، عمر المشاعر الحلوه دي ما بتبقى، الحمد لله رب العالمين، ما بتبقى هبل، بالعكس الحمد لله بالعكس. وانا هقول لك على حاجه، هو في مسرحيه في نص كده، انا مش بس بغير الموضوع، لا انا بلضم المواضيع ببعضها يا سامح. في جمله سمعتها انت كنت بتقول الابواب المصديه لازم تتفتح، وهو مين ادراك انه او في غالب الامر يعني إن الابواب المصديه اللي ممكن كانت تكون موجوده في حياتك ما فتحهاش غير طبتك وعلاقتك الحلوه مع الدنيا اللي ربنا شايفها. الحمد لله. يعني اديني سبب واحد او مبرر واحد يخلي الالف باب مصدي اللي كانوا ممكن يبقوا قدامك يا سامح ان هم يتفتحوا باب ورا التاني ورا التاني ورا التاني، غير لما يبقى ربنا عارف ان انت من جوه كويس. انا مش مصدق نفسي، اخيرا كل البيبان المصدية اللي كانت مقفولة في وشك يا عصام أخيرا كده تتفتح مرة واحدة وعلى مصراعيها. ياه، بقى من 7 صنايع والبخت ضايع لرئيس مؤسسة حتة واحدة. كل يوم وانت بتعرض على المسرح مسرحيه انا الرئيس، انت بتروح بدري مش بس من باب الالتزام، انت كمان بتحب تشيك على كل حاجه. كل حاجه بتمارس شغلانه مساعد المخرج. مساعد المخرج، انا اشتغلت في المسرح ده، المسرحيه دي رقم 58 في حياتي. كل حاجه تتخيلها في المسرح انا عملتها، مساعد مخرج، ملقن، منفذ اضاءه، مصمم. ملقن ايه اللي بتقف في الكمبوشه اللي تحت دي؟ في الكواليس. ما عادش في لا بقولي إدارة مسرحية. طب وبتلاقي ازاي من الكواليس بقى سامح؟ ببقى عارف وانت بتتكلمي عارف انك ممكن تعطلي في الحته الفلانيه لانه ممثل فاقوم لحقك، ولاني ممثل فكنت في كل مهنه بشتغلها ببقى شاطر قوي. ملقن شاطر قوي، مش فضحي، في ملقنين فضحيين يعني تلاقيك وانت كجمهور قاعده بتتفرجي انت سامع صوت الملقن يعني في كل الكلام. لا انا اعرف اديكي انهي كلمه اللي هتقوليها، وتقولوا بقى اول الجمله ولا الجمله كلها. ببقى واقف في الكالوس عارف ان الجمله اللي جايه اقوم بس مديله اول كلمه كده يعني ما حدش يسمعها اصلا، هو بس اللي يبقى في خط كده ما بيني وما بينه يعني. اداره مسرحيه كتير، مساعد مخرج اشتغلت كتير قوي مسرح يعني، اتكحرت في المسرح في كل حاجه قوي. بقيت اروح بالتالي خلاص ملتزم جدا لان شغال مسرح، فبقيت اروح من بدري قوي وانا موسوس فاشيك على كل حاجه بنفسي. حتى لو انت جيت قلت لي انا جبت الميه وجبت الحاجات، لا حبيبتي وكل حاجه بس ما صدقكيش الا ما اشوفها انا بعناية يعني، فاشوف كل حاجه بعناية. احكي لي كده عن يعني اول مشهد في التمثيل
واخر مشهد في التمثيل، اول مشهد مثلته وانت صغير او في الجامعه ما اعرفش، واخر مشهد انت بتمثله دلوقتي، ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الحلم ما بينهم؟ ايه الزمن ما بينهم؟ ايه الفكره ما بينهم؟ هو الزمن كتير قوي، من 93 يعني، انا بمثل بقالي حوالي 22 سنه او 23 سنه. الاحتراف من 2001، من 93 ل 2001 او 2002 تقريبا، ده هواه بس يعني. اول دور انا عملته في حياتي كان الدور، اعتقد ان دوري يعني اسم المسرحيه اكبر من دوري نفسه. ليه؟ يعني ليه كان اسم المسرحيه ايه؟ المسرحيه اسمها الحياه المديده للملك اوزوالد، ولغه عربيه وبتاع. انا كان دوري بدخل اقول باسم مواطني هذه المدينه بس، وبعدين الملك بيقوم ايه، وانا بقى لغه عربيه وبتاع، فالملك بيقوم عامل كده ويكمل هو بقى الكلام يعني. فانا يوم العرض وبدايه شغلي مع الفرقه حوالي 5 شهور، قعدت شهرين منهم ما بعملش حاجه، بس بحب انا عايز ابقى معاكم علشان عايز ابقى مخرج مش ممثل. يعني كان اول طموح لي ان انا مخرج. فبقيت قاعد اقعد معاهم اشكل لهم لغه عربيه بتاع. انت شاطر في العربي يا سامي؟ يعني كنت شاطر في الرياضيات وفي العربي. وفي العربي لان اللي بيقرا قران كتير بيبقى كويس في اللغه العربيه. صح. فقعدت بتاع شهرين اصلح لهم لغه عربيه. وبعد كده ابتديت الجمله دي، قلت للمخرج انا عايز امس يعني عايز اقول الجمله دي، فقال لي ماشي قولها. واتدربت عليها 3 شهور، جمله 3 شهور. وجينا يوم العرض، يوم الافتتاح، وكنا بنعرض يوم واحد بس، مسابقه الجامعه يعني. فيوم الافتتاح دخلت لقيت الانوار ولقيت البتاع ولقيت فيه ناس همهمات ناس، انا نسيت الابجديه، حروف الابجديه مش الجمله، نسيت الجمله خالص، وبقيت واقف كاني زي اللي اخرس، مش فاكر ايه حرف الالف ولا البي ولا التي، مش فاكر اي حاجه، كاني فقدت النطق يعني. وعملت ساعتها بقى نفسي ايه، مش فاهم اي حاجه، فعملت نفسي قال ايه يعني اغمى عليا مش يعني ايه اغمى عليا يعني، فعملت نفسي اغمى عليا في المسرح وبتاع، فالملك قال عمل كده، فجم زمايلي بقى شالوني وبتاع، واحنا في الكواليس بقى ايه عمالين لازم استكمل مرحله ان انا اغمى عليا يعني. ما انت مش لاقي لهم مبرر يعني، انا بتدرب بقى لي 3 شهور عشان جمله. فسامعهم بقى ايه، في حد ايه، سيبوه ده هو مكسوف بس يفتح عينه. يا عيني. وابتدى بقى الشباب يتطوعوا علشان يفوقوني. فاللي يعمل لي مناخيري كده كانت مناخيري هتتكسر ساعتها. واللي يعمل لي مش عارف ايه وبتاع. خلاص بقيت كويس، بقيت كويس. يعني بص كان يوم رهيب رهيب يعني. ان انت بقى بتمثل على المسرح، مسرح الدوله، وبتعمل مسرحيه الاقبال عليها بجد يفرح. الحمد لله. ايه بقى الرحله دي؟ ايه حاجه يعني تسعدني جدا يعني، يعني اثبات ان اي حد بيثق في قدراته وعنده حسن ظن في ربنا، اكيد 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 ما فيهاش، هي معادله اصلا، 1+1=2، اكيد ربنا بس يبقى صادق ويبقى عنده نيه ان اكيد ربنا هيكرمني يعني، اكيد ما فيهاش نقاش، فاكيد ربنا بيكرمه على طول. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي. يعني قبل اللقاء انا كنت بحب سامح حسين يعني من ادواره ومن ادائه، يعني الحقيقه انه يمكن الجزء التمثيلي كان هو اكتر حاجه بتشدني. خليني اقول بمنتهى الوضوح انه سامح، انا بعد ما سمعت اكتر منك انا حبيتك اكتر، مش بقى كممثل، يعني حبيت الانسان الطيب، حبيت الشخص اللي رامي تقاله على الله، اللي ما بيقاسش. يا ابني انت كان عندك مليون حاجه تخليك تتقوقع. الحمد لله. لا يعني الحمد لله، لو حضرتك كنت بتحبيني شويه وبقيتي تحبيني اكتر، انا بقيت مش بقيت انا بحبك اكتر 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 من اول ما. يا رب يخليك، يا رب يخليك، يا رب يخليك. بطبته واستقامته ومثابرته من اول يوم لحد اللحظه دي، واعماله الجميله اللطيفه اللي لما بتدخل لنا الشاشه او لما بتدخل لنا بيوتنا من شاشه التلفزيون وبتضيف قدر من البهجه
واللطف لحياتنا، او ان احنا نروح له المسرح كمان ننبسط ويبقى عندنا مزاج لطيف احنا واسرتنا. سامح حسين كان ضيفنا اللي بنكن له محبه واعجاب بتجاربه في الحياه وبساطته الشديده جدا. سامح حسين شكرا جدا.